عشان عندنا نوع عصير هنعمله دلوقتي. العصير ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، واصبح الموضوع سهل جدا ان انا ابحث عن فايده البنجر، سواء بنجر ني او بنجر مستوي، عصير برتقال. الموضوع مش متوقف بس على الشيف المغازي يقول ده عصير يعالج الانيميا، لا، انت خش دلوقتي على التليفون اللي بين ايدك ده وقولي فايده البنجر ايه للاطفال لكبار السن. اكيد فوائده كتيره، ده يدل على ان احنا دايما نستخدمه سواء في طبق سلطه، في عصير، في سموزي، نعمله ايس كريم، ده المطلوب مننا. المقادير على الشاشه، معانا برتقال ومعانا بنجر مسلوق 3/4 سوا، حلو الكلام، ومعانا كمان تلج. وانا في المقادير كنت عايز احط عسل بصراحه، يعني قلت العسل هنا ملوش لازمه. ليه يا عم الشيف؟ لان البرجر والبرتقال فيه سكريات، فعايز استفيد بالسكريات اللي موجوده في البرجر. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، اذا كان البنجر او البرتقال بتاعنا. بس انا بوسع الدنيا كده علشان السمان بتاعنا هنغرفه دلوقتي في حله كبيره او في طبق كبير او في سرفيس كبير، عشان الطبليه والقعده الحلوه تجمعنا. اخبار العصير ايه؟ ادي الخلاط بتاعي. طبعا بتشتري خلاط يكون كده بيقاوم التلج، يفضل يعني، او انك تحط ميه تبريد عاديه، ميه ساقعه، بس السموزي طبعا بيبقى احلى لما تحطي فيه تلج، مكعبات تلج. ايه الاخبار؟ العب. هو ده معانا البنجر، معانا عصير برتقال، معانا تلج. بس في حاجه حلوه عايز اقول لك عليها، لو عصير البرتقال في الديب فريزر تبريده عالي بيغنيك عن التلج، حلو قوي. حاجة تانية كمان، لو البرجر اللي اتسلق معانا ده كده بعد ما سلقتيه خدتيه وحطيتيه في الديب فريزر بيغنيك عن التلج. أنا بشرح لك بعض الوسائل اللي بتساعدك تخليكي تعملي الحاجة اللي أنا بعملها. هتقولي طب أنا هجيب تلج منين؟ لسه هقوم وأحط في البتاعة في الفريزر تلج، وعلى ما يتجمد التلج يكون الحر خلص وخلاص ونمنا واتغدينا، الجو ده كله أنا عارفه، خلي بالك. حاجات كده بتخلي الواحد يكسل. لا، الموضوع بسيط خالص، البنجر ده يتسلق، يتحط في الديب فريزر، يوصل لمرحلة التبريد والتجميد يغنينا عن التلج. البرتقال ده بنحطه في الفريزر يوصل لمرحلة التبريد والتجميد بيغنينا عن التلج، وهكذا. أدي التلج معانا، طبعا احنا مش عاملين الكلام ده لأن احنا بنشتغل كل يوم طازة، على عينك يا تاجر. أدي التلج معانا زي الفل، بنحط عصير البرتقال. لا، صوت البرتقال هنا بيعذبني مع التلج، عايز الشاليمو وخلص الكلام. زي الفل، تمام. البنجر الحلو ده كده في قلب البرتقال، الله، سمعنا الصوت كده؟ يا ويلي، في خناقه بتحصل هنا. بنجر وتلج وعصير برتقال، لا مش هحط سكر، اذا السكر بيطلع من البرجر يا طيب. ممكن اعمل حاجه حلوه، احط ورقتين نعناع. دايما بحب ورق النعناع مع العصير الفريش والسموزي، بس ده ورقتين صغيرين بس عشان الطعم ما يهربش مني. حلو الكلام، ونشيل دي من هنا كده، وربنا يسهل لنا ونشتغل ايه مع الخلاط. حلو قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى، we'll be right back.
ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ لا لا لا، العصير لونه وشكله موضوع تاني على فكره. طبعا لازم نسبه وتناسب عشان العصير ما يبقاش ايه له قوام كده غليظ. خلي بالك البنجر بالذات ما تحسش انك بتاكل سلطه. خلي بالك بتعملي عصير خيار، بتعملي عصير سبانخ، سبانخ بتعمل عصير يا شيف. خلي بالك الحاجات دي مطلوبه، دايما تخلي القوام فيه سائل كده، سائل بتاع العصير علشان ما نحسش ان ده سلطه. انما بعمل مثلا عصير فواكه، تفاح مع موز مع كيوي مع الفواكه عادي، ممكن يكون العصير غليظ شويه او قوامه تقيل شويه مفيش مشكله. اما مع عصاير الخضروات زي الطماطم زي البنجر زي الجزر زي السبانخ زي الخيار، لازم يكون القوام بتاعه لطيف وخفيف. وناخد بعضينا ونشوف العصير اخباره ايه. بس انا جاي على بالي اغرفه هنا كده او اصبه هنا. يا صبابين العصير زيدوا حالاته، هو ده لازم تعمليه لاولادك النهارده واطفالك الحلوين. شايفين فين البنجر؟ مش باين. فين البرتقال؟ مش باين، بس اللون. انا مش هقول فوائد البرجر ايه ولا فوائد البرتقال ايه، انا هسيب حضراتكم انتوا اللي تبحثوا وتقولوا. وانت قاعده بتتفرج عليا دلوقتي كده حالا، الكاسه دي عايزه شويه، قولي فوائد البرجر على التليفون بس خلاص. هتقعدي تقري فيها لغايه لما الحلقه تخلص ونعيد الحلقه تاني كمان. خلي بالك مع فوائد البرتقال وهكذا. حلو قوي، روق الدنيا عشان عايز اغرف كبسه. الله، حلوين هنا. عينيا آمر، انا بجيب حاجه كده يعني تكسر اللون الحمار ده كده. انا عارف التركايه بتاعت المغازل اللي انتوا عارفينها. بس خلاص ناخد السلفيز الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، ونيجي للكبسه بتاعتنا.